بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم مشاهدينا متابعينا الكرام عبر شاشات قناة الريان الفضائية، ومن هنا من على أرضية ميدان البصير في هذا اليوم الاثنين الموافق 23 من شهر يناير لعام 2023، ومع انطلاقة أول الأشواط الرئيسية من مسافة 5 كيلومترات التي قررت لسن اللقاية لأشواط العامة، فتمنياتنا بالتوفيق لكل المشاركين. مع أيضا ثاني أيام انطلاقة هذا المهرجان الذي يقام على شرف سيف حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد يحفظه الله تعالى ويرعاه، ومع هذه الانطلاقة وهذه التحديات يكون الاندفاع مع ضربة البداية وأول الأشواط الرئيسية الذي يحمل الإثارة ويحمل الندية بين أبناء القبائل في هذا اليوم وفي هذا المعترك الأصيل. نسير بحضراتكم نحو المقدمة ونحو الصدارة، حيث تنطلق ملوح بشعار السيد محمد بن خميس بن علي بن حمد البطيني، يتقدم مع ملوح على البداية وعلى مقدمة هذا الشوط. نقلتنا إلى المركز الثاني وإلى إعصار الغربية، من يحضر مع انطلاقة ضبا عامر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، يتقدم مع ضبا على صعيد المركز الثاني، بينما المركز الثالث يأتي الدخول ويأتي الانطلاق مع تحديات جاه علي بن محمد بن سعيد النابت، يتقدم مع جاه إلى مستوى المركز الثاني. المركز الرابع، المركز الرابع شتان ما بين شعار كي الزقيبة وشعار بن قريع، مع تحديات الذهبة راشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة، ومن هناك التحدي والانطلاق مع تحديات المستشارة فاران بن عتيق بن محمد آل بريد المري. هذا هو النداء الأول قد ختمناه على مسامعكم للخمسة نجوم التي تسلط عليها الأضواء في مسار الخمسة كيلومترات في هذا المرواح الأصيل، مرواح الأصايل، مرواح السبق، مرواح الرئيسيات في الشوط الرئيسي. الشوط الأول وين؟ في هذا المهرجان الغالي، هذا المهرجان الغالي. المركز الأول، الصدارة هناك مع أبناء السلطنة، مع أبناء المضيبي، مع هناك مع ملوح، من تلوح في الأفق على بداية هذا التحدي محمد بن خميس بن علي بن حمد البطيني، يتحكم بسرعة هذا الشوط بسرعة واندفاع ملوح. المركز الثاني، المركز الثاني عندك يا بن ضافي يا راعي جاه، تبحث عن مركز الجاه، عن مركز الشموخ علي بن محمد بن سعيد النابت، وهنا الدخول والتحدي يأتي مع تحديات القادمة. أهل أبو سدرة يصلون مع المستشارة فاران بن عتيق بن محمد آل بريد المري، شعار مصوب والشامخة وغيرها من الأسماء التي وضعت اسمها وسطرت اسمها بأحرف من ذهب. حاضر شعار بن قريع مع المركز الثاني، أحد ممثلين أبناء ميدان الشحانية. المركز الثالث، المركز الثالث الإعصار الغربي يعصر ويعصف مع تحديات ثالث المراكز، ومع انطلاقة ضباء عامر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، وهنا الدخول والانطلاق. اسم جديد يقتحم دائرة النداء والإذاعة بكل سرعة بكل عنفوان، يأتي هذا الدخول السريع من هذه العملاقة، أحد الأسماء الخطيرة الواصلة. يبدو لي هذا شعار بن حماد ولا من هذا اللي قادم مع المركز الثاني، دخولها عنيف جدا. المركز الخامس، الخامس عندك يا بن كخان أو عندك هنا مع المركز الخامس
الخامس مع تحديات الواصلة. جاه مع بن ضافي، شعار النيادي قادم، شعار النيادي واصل مع المركز الثالث مع تحديات الواصلة في هذا التحدي المثير وهذا الانطلاق الرائع الذي يحمل التحديات الرائعة مع اندفاعة غادة حميد بن سعيد بن عامر بن حمد. النيادي أبناء العاصمة أبو ظبي قادمين مع تحديات واندفاع غادة على المركز الرابع. البداية هناك إعصار الغربية مع البداية مع الصدارة مع تحديات ضبا من تنطلق كالضبا الثائرة. عامر بن محمد بن زايد بن خلفون المنصوري ممثلا لأبناء مدينة زايد، أبناء مدينة زايد هنا على البداية على الصدارة. ضبا المنصوري، ضبا إعصار الغربية، أبناء الغربية. السلامات يبدو أنها سوف تحمل من ميدان البصير من على أرضية ميدان الشحانية إلى أبناء الغربية مباشرة وإلى ضبا، لكن القادمة أهالي الطلايب واصلين مع دخولنا واقتحامنا للكيلو متر الأخير. يصل الآن ينطلق مع هذا التحدي المثير، تتقدم في هذه اللحظات شعار الرفادة وأيضا القادمة مرغم حران بن راشد بن سيف بالشاوي الغفلي قادم مع مرغم على المركز الثاني والمركز الثالث. تحركت الأسماء، طارت الأصايل. يا سلام الغربية هناك، ضبا على البداية بالشاوي الغفلي على المركز الثاني مع مرغم وضبا ومرغم وأيضا القادمة. يصل شعار بن مرخان الصعب في الأمتار الصعبة في الأمتار المثيرة. يصل مع نبا محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي، لكن هناك الصدارة والمقدمة. طارت مرغم إلى وين السلام؟ إلى وين التحديات؟ إلى مرغم السلام. حران بن راشد بالسيف بالشاوي الغفلي طار مع الصدارة، ودع الجميع، عرض ممتاز يقدم لنا هذه العروض الاحتياطية المميزة لأنظار المشاهدين. كل الأضواء تسلط عليك الغفلي، يراعي مرغم، لكن الصعب في الأمتار المجنونة، لحظات حبس الأنفاس، كتم الأنفاس، لكن مرغم سلمت على أهالي مرغم، وسلام يا مرغم سلام. حران بن راشد بن سيف بالشاوي الغفلي ينتزع نقطة أول الأشواط الرئيسية في مهرجان الأمير الوالد، يحفظه الله تعالى ويرعاه. المركز الثاني كان مع نبا بشعار السيد محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي. المركز الثالث كان مع الضبي بشعار السيد عيسى بن سعيد بن عيسى الخيري. المركز الرابع هزر بشعار السيد علي بن جميل بن سباح الوهيبي، بينما المركز الخامس كان مع الداير بشعار السيد محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. التوقيت الزمني للحظات وصول مرغم وانتزاعها لنقطة أول الأشواط قطعت مسافة 5 كيلومترات 7:23 و27 جزء من الثانية. هذا هو التوقيت الزمني الحدث الذي يسجل لأول مرة على أرضية ميدان البصير. للحديث بقية مشاهدينا مستمعينا الكرام لحظات ونتواصل ويتواصل معكم أحد الزملاء المعلقين.